جد بالعكس للتذكير بشعار رفعناه منذ أشهر طويلة. تواجدنا تحت سقف في الحر والقر، رفعنا شعارات تحت الأمطار ورفعناها تحت الشمس القائدة، وفاء لتعهداتنا مع شعبنا، ووفاء لكل هؤلاء الذين تشاهدون صورهم المعتقلين السياسيين ظلما، رئيس البرلمان الشرعي المنتخب وأعضاء البرلمان الشرعي المنتخب والقادة السياسيين الذين اعتقلوا بتهم التآمر على أمن الدولة. يلزمكم تعرفوا أن بلادنا رديناها ضحكة بيدينا. نحن أكثر بلاد في العالم حاليا فيها ناس معتقلين على المؤامرات. البارح فقط دارت الاتهام نظرت في قضية يحال فيها محامي وقيادي سياسي بتهمة التآمر المقصود به تبديل هيئة الدولة، الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة. يعني نحن في بلاد عندها حضارة عمرها 3000 سنة ونظام فيه عشرات السنوات وعندها عشرات السنوات من الاستقلال، القضاء يتدخل باش يحمي منظومة من انه يطيحها شخص وحيد سلاحه الكلمة. نحن عندنا قضايا في التآمر تحال على قطب الإرهاب اللي في الأشهر الأخيرة، ولا يواجه السياسيين مع شي يواجه الإرهابيين، المحجوز فيها رسائل نصية وتواصل بالقادة السياسيين. احنا كل كلمة نقولوها من فوق قلوبنا لأننا منحبوا نحكيه على بلادنا وعلى مؤسسات بلادنا كان بالباهي وكان بيودنا لو قلنا راهو قضاءنا مستقل وتعافى وفي أحسن حال، وكان بيودنا لو أنا نعبر على فرحتنا بالحركة القضائية اللي تمت البارح، ولكن تمخض الجبل فورد فأرا. حركة قضائية لأول مرة في تاريخ البلاد ولأول مرة في تاريخ القضاء التونسي تقعد عامين ما تصيرش، ولكن من بعد شوفوا تدوينات القضاة وشوفوا البرامج الإذاعية شحكات اليوم عن الحركة القضائية، تو تعرفوا أن القضاء ينجم يطبق عليه كل وصف إلا الاستقلالية. تحت العنوان هذا وبالمقدمة هذه نحب نحكي على قضايا التآمر، ومن بعد تو زميلي وصديقي الأستاذ رياض الشعيبي تو يحكي على قضايا المساجين السياسيين. لا قضاء لا قانون الشرفاء في السجون، 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 لا قضاء لا قانون الشرفاء في السجون. تعرفوا أن العملية القضائية صارت بالمقلوب. الأصل أنه كل إنسان ينسب له عمل مجرم نبدأ ساعة نشوف الوقايع، فماشي محجوزات، فماشي أدلة، فماشي شهود، تصير مكافحات، وهذا كله يصير تحت سقف قرينة البراءة اللي هي قرينة دستورية وقرينة تقرها كل الشرائع والمواثيق والاتفاقيات الدولية. نحن العملية بدأت بالعكس، بدأوا مدانين حتى تثبت براءتهم. هؤلاء اعتبر أن التاريخ أدانهم قبل أن تدينهم المحاكم، وأن من يبرئهم فهو شريك لهم، وأنهم مجرمين وأنهم إرهابيين، واتهموا بالتخابر مع دبلوماسيين أجانب. من بعد خرجت النيابة العمومية وقالت أن الدبلوماسيين الأجانب ما عندهم حتى شبهة ونجموا يخدموا لأرواحهم كل حرية، ما تخابروا مع شكون؟ حتى واحد ما نجم يجاوب. ومش هذا فقط، نحن كيف نتكلموا في الإعلام يقولوا كان هيئات الدفاع تتكلم، ما سمعناش صوت المخالف، الصوت المخالف شكون اللي منعه؟ أكثر من هذا يجي قرار غريب وعجيب وغير مسبوق اللي هو منع التداول. شنو معناها؟ معناها أضربوا حرم عليه بكام؟ معناها لو كان جاء تم حجة للطرف الذي أوقف هؤلاء لما اخفاها. شكون يحب التآمر؟ يا اخي نحن ما نحبوش بلادنا. يا اخي نحن لو جاوا متآمرين بالحق ندافع عليهم
لو جاوا متخابرين بالحق ندافع عليهم. يا اخي شكون يشوه سمعة البلاد اللي يحبها حرة وديمقراطية ومزدهرة؟ وانا اللي خلي تونس على كل الافواه وفرحانين يقولوا راهو المنظومة هذه مش في حالة حصار كما تدعيوا وما هيش في عزلة، والدليل انه ماشيين جايين عليها المسؤولين. وميلوني كل ما تجي ماشي البيروها تتعدى تعمل طلع لقرطاج، اي جايين علاش؟ جايين يستثمروا، جايين يحيوا في انجازاتنا الديمقراطية والحقوقية وانجازاتنا الحريات، ما هو جايين يحكيوا على الكارثة المتوقعة، جايين يحكيوا على منع تونس من انه تنهار. ومنع تونس من انه تنهار علاش؟ خايفين على شعبها، غايرين على حضارتها، ما هو خايفين من تدفق عشرات الاف المهاجرين. شوفوا تونس وقت اللي يتعامل معها كملف، تونس كملف. شوفوا النقاشات، واحد يحكي على اضطهادات حقوق الانسان، والاخر يحكي على المهاجرين، والاخر يحكي على تونس. يجب ان تجري اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وفي ظل هذا الكل ثم ناس في الحبوسات، شوفوا الاسماء هذيا: جوهر بن مبارك متآمر، عصام الشابي متخابر، رياض الطيب، عبد الغنوشي، حبيب اللوز، عدي البحيري، عبد الحميد الجلاسي، غازي الشواشي، شايمة عيسى، ناصر العكرمي، هذوما متخابرين، رضا بن عاش خايف، هذوما خيرة نخبة البلاد، هذو خيرة نخبة البلاد. وفي المقابل هاكم تشوفوا الأصوات اللي تسمعوا فيها، هاكم تشوفوا النخبة المساندة للمنظومة الحالية، لي زيليمون دو لونغاج اللي عندهم البضاعة التواصلية فيها أربع خمسة كلمات: السيادة، الاستقلالية، الوطنيين الصادقين، والعشرية السوداء. عندهم حاجة أخرى؟ لا. عندهم حاجة أخرى؟ لا. نجموا نقدموا بلادنا في هذا؟ هاهم تشدوا اللي اتهموا بالاحتكار، نحات الصفوف على الخبز، لا، حسنت وضعية المواطنين، لا، بعدنا على الأزمة، ما بعدناش. علاش؟ لأنه كل تجارب الشعوب ورات أنه الأمة اللي ما عندهاش حلول، كل ما تكبر الأزمة وكل ما يزيد الفشل بتاعها، كل ما تتسلح بزوز أسلحة. السلاح الأول هو حالة الإنكار. ما ثماشي أزمة، ما ثماشي أزمة تملية عمومية، ثم مرتدين. كلام وطنية، دستور حرية، كلام وطنية، دستور حرية، كلام وطنية، دستور حرية، كلام وطنية، دستور حرية، كلام وطنية. السلاح الأول، السلاح الأول هو سلاح الإنكار. ما عندناش أزمة، عندنا محتكرين، عندنا مضاربين، عندنا متآمرين، عندنا متخابرين، ونعملوا حملات وشدينا 100 طن وشدينا 150 طناطة. الاحتكار والمضاربة موجودين في كل الحضارات وفي كل الاقتصاديات وعند كل الشعوب، وباقتصاد ما يتجاوزش 4%. المشكلة الأخرى شنو هي؟ مشكلة فشل، مشكلة أنه ثم ناس لا يفهموا، لا يحبوا يتعلموا، ويحبوا يلصقوا المسؤولية لخصومهم السياسيين، وهذا هو سلاح ثاني. الأول هو الإنكار، الثاني هو الهروب إلى الأمام. يا هما المعاضين هاكم لميتوهم حطيتوهم في الحبوسات، شنو اللي صار؟ إذا كانوا هما المتسببين في الاحتكار، هاكم حطيتوهم في الحبوسات والاحتكار بالذات. إذا كانوا هما اللي قطعوا الخبز، هاو الصف نتاع الخبز ماشي ويزيد كل شهر. الحل شنو؟ الحل هو رجوع للعقل. هو انه ما لا يملك وحده وطنيه ضد الهجمه الشعبويه، وحده 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 وحده وطنيه. الحل هو انه ترجع الناس وتقعد مع بعضها. الحل هو اطلاق سراح المعتقلين السياسيين، لانهم هذم اسرى وهذا مرهين. الحل أن نرجع للبديهية الواضحة أن تونس ما هيش ملكية لشخص واحد حتى يتصرف فيها.
التصرف المالكي في ملكه، هي ملكية جماعية، وذاك علاش من حقنا جميعا أن نعطيو رأينا وأن نساهموا في الشأن العام بدون ما تتلفق لنا قضايا وبدون ما نتعرضوا لحملات السحل والتشويه في الفضاء الاجتماعي. ما دام هؤلاء باقون في حبسهم الظالم سنبقى هنا أوفياء ومطالبين بإطلاق السراح.